السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء خاص. ولقاء خاص اليوم بالتأكيد نعنيه لأنه بالضرورة خاص، لأنه بيواكب احتفالات مصر بالعيد رقم 40 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وأيضا لقاء خاص من حيث أنه بالمناسبة دي بنتذكر ونرجع بالذاكرة لتاريخ الإنتاج الحربي في مصر اللي بدأ منذ العشرينيات من القرن التسعتاشر، لما بدأ محمد علي يحاول تحقيق هدف بناء جيش مصري قوي بإنشاء عدد من المصانع اللي بتقوم على صناعة بعض الأسلحة الصغيرة والمدافع، أيضا بناء السفن الحربية بأيد مصرية خالصة. رغم المعوقات ورغم التحديات، ومن خلال رحلة طويلة لم تهدأ حركة بناء المصانع والشركات المعنية بالإنتاج الحربي في مصر من أسلحة وذخائر، وصولا إلى هذا الشكل الموجود عليه حاليا وزارة الإنتاج الحربي اللي بتضم عدد كبير من الشركات المعنية بهذا الأمر واللي بتتكامل في صناعتها المتنوعة عشان توفر احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة بجميع أنواعها وأيضا الذخائر بجميع أنواعها، وتحاول تحقق الاكتفاء الذاتي في هذا النطاق، وده الهدف الكبير والأساسي. أيضا بتقوم وزارة الإنتاج الحربي بعملية دعم الاقتصاد الوطني، أيضا دعم القطاع المدني من خلال منتجات عديدة كلنا بنسعد بيها، بتوفر منتج عالي المواصفات بأسعار مناسبة، وبالتالي بتصدر الفائض للخارج، وبالتالي أيضا بيعود داعما للاقتصاد المصري في وقت يحتاج فيه إلى كل عون وكل مساعدة. دور وطني كبير بتقوم به وزارة الإنتاج الحربي في هذا النطاق، وبنحاول نشوف تفصيلاته وأبعاده. والجديد فيه وإحنا بنحتفل بأعياد النصر، ويسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء للحديث عن هذه التفصيلات وعن هذا الدور الوطني الكبير سيادة الفريق رضا حافظ، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أيضا عضو المجلس العسكري السابق، وأيضا قائد القوات الجوية السابق. أهلا بك سيادة الفريق. أهلا بحضرتك يا فندم، متشرف حضرتك. كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك بخير دايما، ومصر كلها بخير وقواتنا المسلحة بخير. إذن اسمح لي نبدأ بقى مع حضرتك هذا الحوار ومع السادة المشاهدين بعد الخروج إلى هذا الفصل. الفريق رضا محمود حافظ محمد، وزير الدولة للإنتاج الحربي، من مواليد مدينة المحلة الكبرى عام 52، حصل على العديد من المؤهلات والدرجات العلمية أهمها بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية عام 72، دورة تحليل حوادث الطيران في انجلترا عام 86، دورة قادة أسراب جوية عام 87، ماجستير العلوم العسكرية أركان حرب تخصصي عام 88، زمالة كلية الحرب العليا الفرنسية عام 91، زمالة مدير الجودة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 96، كلية الحرب العليا في أكاديمية ناصر العسكرية عام 2001، الدورة العليا لكبار القادة في أكاديمية ناصر العسكرية عام 2003. كما تقلد العديد من الوظائف القيادية أهمها قائد لواء جوي 282 فيه 16 عام 1994، ضابط اتصال بالولايات المتحدة الأمريكية عام 98، نائب رئيس شعبة التسليح الجوي عام 2001، نائب مدير الكلية الجوية عام 2002، رئيس أركان المنطقة الجوية الشرقية عام 2002، قائد المنطقة الجوية الجنوبية عام 2003، قائد المنطقة الجوية الشرقية عام 2004، رئيس شعبة التدريب الجوي عام 2005، رئيس شعبة العمليات الجوية عام 2007،
ورئيس أركان القوات الجوية عام 2007 أيضا، وقائد القوات الجوية عام 2008، ووزير الدولة للإنتاج الحربي عام 2012. هذا وتم تكريمه بمنحه للعديد من الأنواط والأوسمة، أهمها نوط الواجب العسكري، ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، نوط الخدمة الممتاز. وفي 16 من يوليو عام 2013 قام الفريق رضا محمود حافظ بأداء اليمين القانونية في حكومة الدكتور حازم الببلاوي وزيرا للدولة للإنتاج الحربي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. نعود بحضراتكم إلى هذا الحوار وهذا اللقاء الخاص مع سيادة الفريق رضا حافظ وزير الدولة للإنتاج الحربي. سيادة الفريق، واحتفالات مصر بانتصارات أكتوبر، ومن يعني العيد رقم 40 وإحنا بنحتفل به، واللي جه الحقيقة بعد ثورة 30 يونيو اللي قام بها الشعب وسندها وحماها الجيش المصري. عايز أعرف بداية، يعني بمناسبة ذكريات النصر، كان دور حضرتك ايه او موقع حضرتك ايه في عام 73 واثناء العبور العظيم، وايضا كيف تصف احتفال السنة دي وهو بيتواكب مع الذكرى الاربعين للنصر؟ وحضرتك رجعتني كده بالذكرى 40 سنة لورا، وانا كنت في 73 كنت لسه ملازم و متخرج، انا 1972 اشتركت في تأمين طائرات الاصلاح، على كنت بطير ميج 21، تم اختياري انا ومجموعة من الطائرين. ميج 21 دي مقاتلة ولا قاذفة؟ طائرة، لا طائرة مقاتلة. مقاتلة، ودي كانت احدث طائرة مقاتلة عندنا في الوقت، وكانت من افضل الطائرات المقاتلة في العالم، واستمرت كده لمدة طويلة جدا. فده كان في 73. بعد كده بقى طبعا يعني شاركت في طلعت في الطلعات، ما شاركتش في اول ثلاث ايام. ايوه، في المعارك وشهادات المعارك، لكن بعد كده شاركت كده، وكنت المشاركه الاساسيه كانت في توفير الحمايه لطائرات الاستطلاع بطائرات المقاتله اللي هي الميج 21. تمام. طبعا ذكرى انتصارات اكتوبر، أنا بنتهز المناسبة والفرصة دي، ومناسبة سعيدة بتعيد لنا أسعد ذكريات لأعظم نصر في العسكرية المصرية والمصر كلها. بهني الشعب المصري كله بعيد انتصارات أكتوبر، بهني أبطال القوات المسلحة اللي دايما أثبتوا طوال تاريخهم أن هم خير أجناد الأرض، ولنا بنتمي لهم طوال عمري، بهنيهم بالذكرى السعيده، بهني رجال القوات الجويه اللي انا طوال عمري وتاريخي كنت واحد منهم بذكرى انتصارات اكتوبر. وفي نفس الوقت انتصارات اكتوبر السنه دي مع ثوره 30 يونيو بتشهد لها طعم خاص بالاحتفالات، خاصه بعد ما الجيش بتاعنا بجنوده وبقط جميع القادة الضباط الجنود البواسل أثبتوا بما لا يدع مجالا للشكل الشعب المصري أثناء ثورة 25 يناير و30 يونيو، إن هم فعلا جزء من هذا الشعب، إن هم حامي لهذا الشعب لهذا الوطن لتراب هذا الوطن، وقفوا وسندوا ثورة الشعب. لما الشعب قام بثورته فكان القوات المسلحة هي اللي وقفت وهي اللي سندت وهي اللي حمت الشعب المصري وحمت ثورته. السنة دي الاحتفالات ليست احتفالات للقوات المسلحة وبالانتصارات اللي حققتها القوات المسلحة، ولكن ده احتفال للشعب المصري كله ومشاركة شعبية من جموع الشعب المصري مع قواته المسلحة. سيادة الفريق،
نعود للإنتاج الحربي ووزارة الإنتاج الحربي والمهمة الرئيسية التي تطلع بها عبر تاريخها من حيث توفير الأسلحة والمعدات والأليات العسكرية سواء للقوات المسلحة أو لجهاز الشرطة. يعني تدينا إطلالة عامة على يعني هذه المهمة وإمكانات الشركة للوفاء، إمكانات الوزارة للوفاء بهذه الاحتياجات. الحقيقة الإنتاج الحربي يعني ده قديم في مصر، قدم التاريخ من أيام الفراعنة، وإزاي المصريين كانوا بيصنعوا سلاحهم بنفسهم من أبسط أنواع الأسلحة للعجلة الحربية اللي هي رمز للإنتاج الحربي حاليا. الإنتاج الحربي مهمته الأساسية والرئيسية اللي هو توفير احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر بمختلف أنواعها، وده اللي بتحاول فعلا القوات المسلحة. الإنتاج الحربي بيصنع من أول الدبابة وأحدث أنواع الدبابات في العالم اللي هي الدبابة الـ M1A1، بيصنع اللي هو أساسها أمريكي، اللي هي أساسها أمريكي اللي هي أساسها أمريكي، وتعتبر من الدبابات يعني دي من أحدث الدبابات في العالم، متقدمة جدا في العالم، من أحدث الدبابات المتقدمة في العالم. وعمر عام بالمكون المصري المكون المصري بيزيد. لازم يزيد. أي صناعة بندخلها في مصر طبعا بيبقى الاتفاق في الأول على إنها جزء بسيط إحنا بنصنعه، بيبتدي يزيد عام بعد عام. ليست الدبابة فقط، الدبابة العربات المدرعة، الكباري اللي هي العبور قناة السويس، أوناش النجدة، جميع أنواع المدافع احنا بنعملها، جميع أنواع الأسلحة المتوسطة والأسلحة الصغيرة، جميع أنواع الذخائر لهذه الأسلحة، عربات اللي هي حمل الدبابات، يعني جميع أنواع الأسلحة دي احنا بنصنعها في الإنتاج الحربي. طاقة الإنتاج الحربي كبيرة بشركاتها، كل ما تحتاجه القوات المسلحة، كل ما تحتاجه الشرطة، الإنتاج الحربي بيعمله، وعام بعد عام بيتطور بحيث ان احنا ان شاء الله اللي احنا بنسعى له ان احنا نحقق ان شاء الله الاكتفاء الذاتي في التصنيع الحربي. في هذه المسيرة قد تجد يعني الشركات او وزارة الانتاج الحربي في اطار هذه المنظومة بعض معوقات او تحديات، من بينها يعني ما يلوح به البعض من الدول بين حين واخر بانه سيقطع المعونات العسكرية عن مصر او ما الى اخره، هل ده بيعتبر معوق؟